مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. من تلفزيون جمهورية سومايلاند احييكم واليكم نشرة الاخبار وابرز ما فيها. رئيس جمهورية سومايلاند فخامة احمد محمد محمود ادم مأدبة الطالع له على شرف عدد كبير من علماء الدين وشيوخ البلاد. وزير وزارة الشباب والرياضة ودولة تفقدية له الى ملاعب مدينة برا عاصمة اقليم تبلير. وزير وزارة الصحة ووزير وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وزيارة لهم الى مشفى الامومة والطفولة بالعاصمة هرقيسة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. أقام ليلة أمس رئيس جمهورية سومايلاند فخامة أحمد محمد محمود آدم مأدبة إفطارا على شرف عدد كبير من علماء الدين وشيوخ البلاد، وذلك بمقر قصر الرئاسي بجمهورية سومايلاند. قام ليلة أمس رئيس جمهورية سومايلاند فخامة أحمد محمد محمود سيرانيو مأدبة إفطار وعشاء شرف كبيرة لعلماء الدين وشيوخ جمهورية سومايلاند. وتم إقامة هذه المأدبة بمقر القصر الرئاسي لجمهورية سومايلاند. وتحدث في بداية هذه المناسبة بعض من علماء الدين بكلمة قدموا من خلالها شكرهم الجزيل لرئيس جمهورية سومايلاند بضيافتهم في هذه المأدبة، كما هنأوا فخامة الرئيس بالكيفية والنظام الذي يدير فخامته شؤون البلاد والتطورات التي قام بها فخامة الرئيس أحمد محمد محمود سيرانيو في العديد من المجالات المختلفة بجمهورية سومايلاند، لا سيما الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب ومحاربة الفساد والهجرة الغير شرعية ودعم وتشجيع المجال الزراعي. كما هنأوا أيضا فخامة الرئيس بافتتاحه إذاعة القرآن الكريم والتي تصل إلى كافة أقاليم البلاد، وأشاروا بأنها خطوة مهمة. كما وجهوا لرئيس جمهورية سومايلاند بعض النصائح المختلفة وسألوا الله له بأن يوفقه العدل والرشاد. وفي الختام تحدث رئيس جمهورية سومايلاند فخامة أحمد محمد محمود سيرانيو بكلمة أشار من خلالها بأنه سيقوم ما بوسعه بأن يعمل بهذه النصائح القيمة، كما وجه لعلماء الدين بأن يعملوا ويقفوا مع الحكومة جنبا إلى جنب لأجل التطور واستقرار جمهورية سومايلاند. قام ليلة أمس وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية سومايلاند معالي أحمد عبد كاهين وبرفقته وفد رفيع المستوى قام بدورة تفقدية إلى عديد من ملاعب مدينة برع عاصمة إقليم تبلير، وهدفت هذه الدورة من أجل تحفيز الشباب بممارسة الرياضة لما لها من أهمية كبيرة للجسم والعقل. قام ليلة أمس وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية سومايلاند معالي أحمد عبد الكاهن وبرفقته عدد من كبار مسؤولي الحكومة قام بدورة تفقدية إلى عديد من الملاعب بمدينة برع عاصمة إقليم تقدر، وهدفت هذه الدورة من أجل الإطلاع على الحالة العامة للملاعب وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة لما لها من أهمية كبيرة للجسم والعقل. وتحدث في بداية هذه المناسبة وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية سومايلاند معالي أحمد عبد الكاهن أشار من خلال حديثه إلى أهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة الجسمانية، وأشار أيضا إلى أن الحكومة سوف تقوم بافتتاح ملاعب عصرية بإقليم تقلير وخاصة مدينة برعة، وأضاف أيضا بأن بهذه السنة سوف تقام بمدينة برعة مباريات كأس أقاليم جمهورية سومايلاند. وتحدث هناك أيضا مدير عام وزارة الشباب والرياضة ومحافظ إقليم تقلير وعدد آخر من المسؤولين أشاروا من خلال حديثهم إلى أهمية الجولة التي يقوم بها وزير وزارة الشباب والرياضة لما لها من تحفيز للشباب وبناء مثل هذه الملاعب العصرية لإبعاد الشباب من سلك الطرق الغير شرعية مثل التهريب وتداول المخدرات. وأشاروا كذلك بأن هذه الألعاب الرياضية تساهم بشكل كبير اندماج بين الشباب وإبعادهم عن القبلية والعصبية ومشاركتهم في نهضة الوطن. قام اليوم وزير وزارة الصحة بجمهورية سومايلاند ووزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب وزير وزارة التخطيط القومي وعدد من علماء البلاد قاموا بزيارة إلى مشفى الأمومة والطفولة بجمهورية سومايلاند للتفقد أحوال المرضى هناك. قام اليوم وزير وزارة الصحة بجمهورية سومايلاند ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب وزير وزارة التخطيط القومي بجمهورية وعدد من العلماء البلد قاموا بزيارة مستشفى الأمومة والطفولة بجمهورية سومايلاند. هذا وقد قام هذا الوفد بالتفقد أحوال المرضى والنظر إلى الرعاية التي يتلقونها هناك، كما تفقدوا أيضا بشكل خاص حالة إحدى الأطفال المرضى
المتفرد من نوعها والتي تحتاج إلى معالجتها في خارج البلد. وتحدث إلى وسائل الإعلام المدير العام بالمستشفى دكتور أحمد حاج عمر أسكر، حيث قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن حالة المرض لهذا الطفل المريض وما يعانيه من مرض غريب من نوعه، حيث لم يصل هذا المستشفى هذه الحالة النادرة والتي الأولى من نوعها، كما ناشد جميع المواطنين والمحسنين بأن يتبرعوا لهذا الطفل المريض الذي يحتاج إلى علاج من نوعه في خارج البلاد. كما تحدث أيضا هناك وزير وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكلمة دعا بها المجتمع الصوماليلاندي والإخوة المواطنين بأن يتبرعوا لهذا الطفل المريض من أجل أن يحصل على العلاج اللازم له والذي يتقاضى عمله في خارج البلاد لإنقاذ حياته. وفي الختام تلوا علماء الوفد الزائر له هناك بالدعاء والشفاء من الله سبحانه وتعالى. شارك وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية سوماليلاند معالي أحمد عبد كاهن وعزم المسؤولين إقليم تقدير وضيوف شرف آخرون شاركوا في مناسبة هدفت إلى تبديل المناصب بين السكرتير الخاص لإقليم تقدير والسكرتير الجديد، وذلك بمقر مركز الإدارة الإقليم بمدينة برعا. شارك اليوم وزير وزارة الشباب والرياضة لجمهورية سوماليلاند ومسؤولي إقليم تقدير وضيوف شرف آخرون شاركوا في مناسبة هدفت إلى تسليم المناصب بين السكرتير السابق لإقليم تقدير والسكرتير الجديد للإقليم. وتم إقامة هذه المناسبة بمقر مركز إدارة الإقليم بمدينة برعو. وتحدث في البداية كل من وزير وزارة الشباب والرياضة لجمهورية سوماليلاند ومحافظ إقليم تقدير ونائبه بكلمة رحبوا من خلالها السكرتير الجديد لإقليم تقدير، وأشاروا بأنهم سيعملون معه جنبا إلى جنب كما ودعوا السكرتير السابق. وتحدث أيضا السكرتير السابق لإقليم تقدير بكلمة رحبا من خلالها السكرتير الجديد. وتحدث أيضا السكرتير الجديد بكلمة أشار من خلالها بأنه سيقوم من باب وسعه بأداء عمله بأحسن وجه، كما سأل الله بأن يوفقه الرشد والصواب. قام اليوم أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية لمجلس بلدية بالعاصمة هرقيسة وبرفقة عدد من المسؤولين قاموا بجولة تفقدية إلى عديد من الأسواق لتفقد الحالة العامة فيها، ومن بينها الأسواق الرئيسية لمذبحة المواشي وذلك بالعاصمة هرقيسة. قام اليوم أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية لمجلس بلدية بالعاصمة هرقيسة وبرفقة عدد من المسؤولين بجولة تفقدية إلى عديد من الأسواق بالعاصمة لتفقد الحالة العامة فيها، ومن بينها الأسواق الرئيسية لمذبحة المواشي. هذا وتحدث في بداية هذا اللقاء أحد مسؤول شركة مانديق لمذبحة المواشي، قدم من خلال حديثه شرحا مفصلا عن الحالة العامة للسوق، وأضاف من خلال حديثه بأن النظافة والتنظيم هي السمة الرئيسية التي تتسم بها الشركة، وتطرق أيضا من خلال حديثه إلى المراحل التي مر بها منذ تأسيسها إلى وقتنا الحالي. وشكر أيضا لجنة الشؤون الاجتماعية لمجلس البلدية بهذه الجولة التي يقومون بها من أجل إطلاع الحالة العامة للسوق. وفي الختام تحدث أحد أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية لمجلس البلدية، ناشد من خلال حديثه كافة مواطني العاصمة بأن يحافظوا على النظافة وأمن المنطقة للوصول إلى التوافق بين البائع والمشتري. شارك مدير مؤسسة علاقات الرياضية للجمهورية الصوماليلاند سعاد عبد الله خيري وبرفقته الرياضيين والشباب الحي شاركوا في المباراة الختامية لكأس كرة القدم الرمضاني الذي عقد بملعب التركي بالعاصمة هرقيسة. شارك مدير مؤسسة العلاقات الرياضية لجمهورية الصوماليلاند سعاد عبد الله خيري والرياضيين والشباب في المباراة الختام للكأس الرمضاني الذي عقد بملعب التركي بالعاصمة هرقيسة. هذه المباراة الختامية التي جمعت بين الفريقين حلنة وبرواقو قد عرض طرفان مباراة جميلة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3. وبلغت المباراة الركلات الترجيحية حيث فاز بها فريق حلنة. وتحدث في ختام هذه المباراة مدير مؤسسة العلاقات الرياضية لجمهورية سوماليلاند سعادة عبد الله خير بكلمة رحب من خلالها مسؤولي ملعب التركي لإقامة هذه الدورة الرياضية للشباب، كما قدم شرحا مفصلا عن أهمية الرياضة للشباب والحيلولة دون الهجرة الغير الشرعية ومحاربة الفساد، كما أنها تأخذ دورا كبيرا لاندماج الشباب بعضهم البعض. وفي الختام تم تسليم الفريق الفائز كأس وجوائز لتحفيزهم. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام نشرتنا الأخبارية، قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، وإلى أن نلتقي في نشرة قادمة تقبلوا مني أنا نعيم أحمد وفريق العمل أطيب المنى وفي أمان الله.